طب صباحك ينعاد عليك. ميرسي شعنين مبكر لك كمان. صبا ماشي الحال انتو؟ كتير منيح ماشي، خاصة انت معنا اليوم بدنا نعمل شيء كتير طيب. اليوم عنا اذا بدك بلشنا باللحمة والدجاج، يعني خلصنا كل شيء للعيد. عطا كل شيء سي فود الشهر الماضي، وهلا عنا اليوم وبكرة رح نعمل اليوم الدجاج بكرة لحمة، وكمان جمعة الجاي تقريبا يعني رح نضل بنفس التم. اليوم الروسات اذا بدك شوي سبيسيال يعني كلاسيك بس عم نغير فيها شوي، رح ناخذ دجاجه كامله، رح ناخذ زبده، رح نعملها مع حامض مع اعشاب الزبده، نرجع ندهنها فيها، نرجع نعمل بوكيه جارنيه نطبخها نحطها معها نربطها ونرجع نطبخها كلها بالفرن. هلا انا هون اذا بتلاحظي بدك تربطها كمان؟ بدنا نربطها. اوكي ما في مجال. اذا بتلاحظي انا عملت هالشيء قبل الهوا لان تقريبا بدها ربطت اول وحده، هلا بدك تربي الثاني وحده لانه تقريبا بدها بالخمسين لساعه، 50 دقيقه لساعه بالفرن. فنحن عملناها الصبح حطيناها بالفرن هلا يمكن من شي ربع ساعه لحتى تطلع معنا على التيستينج، وهلا رح نرجع نعيد بالثاني دجاج شو عملنا، وبنفس الوقت رح نرجع نعمل جارنيتور اللي هي بطاطا مع جزر وكوسه كلهم رح نعملهم بونجير بالصينيه. يعني يامي ليتس جو نبلش يلا. طيب هاي الدجاجه هلا اكيد تغسلت تنظفت نقصوا جوانحها، عملت لها مساج. هلا مساج، هلا مساج، هلا تحضرت للمساج، هلا جاي دور المساج. يلا هون رح نبلش نعمل الزبده. الزبده هي اكيد ليزحتوا ايدينا للمساج. للمساج رح ناخذ الحبق. يلا اوكي، هون عندنا رومارين حبق وصوص. بدك تخلطهم هولي بالزبده؟ هولي بدي افرمهم اذا بدك هيك يعني بهالشكل. زبده اكيد شايلينها قبل بشي ساعه من البراد حتى تكون طريه. يعني هذا الشيء اللي عم نعمله هو كله بيساعد للنتيجه للطعمه اللي بدنا اياها. يعني بالنهايه مثل ما بتعرفي الدجاج يعني اذا بتخليه تشويه لحاله مع ملح عندك طعمته فاض شوي. كرمال هيك الدجاج بينشغل فيه اكثر من السمك، مثل ما دائما بنقول كل شيء سي فود بناخده بس ملح وبهار نقع كثير سام تحت نحافظ على طعمته. هلا رح ناخذ الزبده نقلبها هيك. في كميه منيحه من الزبده. مزبوط. واطيب. رح ناخذ كل هول الاعشاب كلها، اذا بتلاحظي نحن فرميهم كيف ما كان ما عندنا مشكله. لا اكيد هون بالشكل ما لهم تاثير على شيء. رح ناخذ حامض. هلا رح نحط حامض على الدجاجه ورح نحط حامض هون اللي هو برش حامض مش حامض. بدنا معلقه بخلطهم. يلا بدنا نحط بعد بس ملح وبهار. هذا الحامض كله هلا رح نرجع نستعمله. والحامض مع تشيكن طيب. الحامض مع تشيكن كثير طيب. رح ناخذ بهار اسود. ما بدك تحط ثوم ابدا؟ اه ثوم لا، رح نحط ثوم اذا بدك بالميركوار رح نحطها بالصينيه. اوكي رشه ملح. هلا هاي الزبدة صارت جاهزة تحطها نبلش بالدجاج. بس بهالوقت شو رح اعمل انا؟ هاي الزبدة اللي عملناها ستيفاني فينا نستعملها، يعني ناخذ بارتين بدنا نستعملها ونضب الباقي لغير مرة يعني عم نعمل فيها دجاج، فيها تكون هي ميزون بلاس بالبراد. خلص خلطوا. اوكي. هلا قبل ما نبلش نشتغل بالدجاجة رح ناخذ بصل ميربوال بدنا نحطهم بالصينيه نطبخهم شوي هون بنفس نعملهم جريل اذا بدك بالمقلايه صوتي شوي صغيره. رح ناخذ كرابس. مزبوط كلهم فوق بعضهم. رح ناخذ بارو كرات كمان. شو عندنا بعد؟ رح ناخذ هالحامضه اللي برشنا منها القشرة بس. مزبوط رح ناخذ هالقشر هيك. شو بعد؟ جزر. هلا رح ناخذ بارتين من الجزر لانه في قسم رح نستعمله للجرنيتور بقلب الصينية.
الجارنيتور تبع البون بولونجير يعني حط فيها جزر. رح ناخد حبتين ثوم، رح ناخد ورقتين غار سوش قصعين ورومارا. هول تقريبا كلهم رح نطبخهم هون شي 5 مينتس، نرجع ناخذهم نحطهم بقلب الصينية تبع الدجاج. اوكي يامي. نتركهم اذا بدك على رواق. رح ناخذ الدجاجة نعمل لها مساج، رح نبلش نشتغل فيها. طيب خلينا نحط كفوف. كيف منغسل الدجاجة للناس اللي ما بيعرفوا؟ يعني هلا بنشتري الدجاجة، نشتري الدجاجة اساسا تتغسل بمي وملح وخل ابيض. اذا بدك بلتر مي تقريبا يمكن نصف فنجان قهوه بخل ابيض. ليش خل ابيض؟ لانه بعقمها. صح اوكي. من الترانس ما فينا نحط صابون، ما فينا نحط اكيد شيء اكيد بتتغسل، بترجع بتتفوح بمي شرب، بترجع بتنحط على مصفيه، صار جاهزه لحتى نشتغل فيها. اوكي هلا رح ناخذ بهار ورح ناخذ الملح. هلا ليك شو رح نعمل، هو اللي رح نحطهم بقلبها، غير اللي رح نحطهم برا بالصينية اللي عم نطبخهم ونحطهم برا اكيد. بس قبل كمان شو رح نعمل؟ ليه حطيتهم على التروا؟ فينا نعوي شوي عليهم. قد ايه؟ شي 6 يمكن. رح ناخذ ملعقة. حطيت 7. هلا ما رح نختلف على طب رح نحط زبدة بالقلب، رح ناخذ ملح كمان بالقلب. هلا نوصل لبرا مثل رح ناخذ البصل، قشر الحامض، رح ناخذ كل هالخضرة نحطهم بقلبها، شقفة جزر. شو بعد؟ ورقة غار. ضحكونا معكم شباب، خبرونا. اوكي هون تقريبا الحشوة صارت جاهزة. هلا بدنا نربطها لنقدر نشتغل فيها من برا. اوكي رح ناخذ خيط، خيط اللي هو هون احو ربطه كثير هين. لنشوف بهالشكل. هذا خيط خصوصي، هذا خيط خصوصي، بنحط الاجرين بهالشكل، نبرمها هيك. فلتت بدها، عم بتلبط معها. هلا بدنا نستعين فيكي بس تحطي ايدك على العقده. ابدا اصبعك. ابدا يا اوكي، بس مطرح العقده كمشيها بايدي لحتى ما تصحى وخلصت. هيدي هي. ما في اهين منها. انا بدي صوبين. يلا انا ما فيني. اذا بتلاحظي ما صوبين ربطناها بشكل كثير هين ستيفاني. نربط الاجرين اول شيء، نرجع بنلفها على الفخاد لورا على الجوانح. صح. نرجع نعقدها على الرقبه. هلا رح ناخذ بهار اسود بهالشكل، رح ناخذ رشة ملح، بدنا ناخذ برش حامض اللي حكينا عنه. ما بدك تحط مرقة؟ رح نحط بالصينية اكيد، المرقة جاهزة. اوكي. هلا هون تقريبا صار عندنا بصل، كرات، كل الزبده اللي عملناها رح نحطها، مش كلها تقريبا، يعني تقريبا شيء 3 ملاعق منها. الزبده اللي رح تكون عليها بس تفوت على الفرن رح تنزل على الصينيه، بتصير كلها الطعمه بقلب الصينيه، وبتصير تاخذ الطعمه من الزبده ومن الخضره اللي عم تطبخها. ترجع بتسقيها؟ بنسقيها، بس هون ما عندك مشكله الحبش، اللي هو لان الحبش عندك
تقريبا بتمرن ساعتين او ساعتين ونص. هون عندي 50 دقيقه ما بتلحق اذا بدك، بس بنسقيها يمكن مره او مرتين مش اكثر من مش مثل الحبش. هون هاي الدجاجه ليك كيف صارت، ناخذ الزبده هلا بايدنا هلا هي كلها الزبده رح ترجع تنزل على الصينيه. تعال نشيل هيدي، خلصنا زبده. اوكي هون تقريبا خلصت، هلا بدنا ناخذ الخضره اللي هي بعد يمكن دقيقه، نغسل ايدينا. انه منظرها هيك ما كثير بشهي، هلا بعد شوي بس تشقر. اذا بتلاحظي هون الدجاج شو صار فيها، تقريبا هون صارت تقريبا بنص وقتها بالفرن. هون الخضره عم تشقر، عم تشقر مزبوط مزبوط. بدي اسالك سؤال، سؤالين، ليش دايما بناكل الدجاجه ما بناكل الديك؟ سؤال فني. انه ما بعرف، الدجاجه لحمتها اطيب، مش اطيب اطرى بتكون، اطرى اطرى، والديك بتركوه ليكبر ولا استعملها تعدي. اوكي اذا ما في ديك ما عندنا ما عندنا بعدين. اوكي اوكي هلا نحن بس بيتاكل الديك؟ بيتاكل بس مثل ما قلنا بيكون حجمه كبير، بيكون لحمته اقصى، فرق هو بالوقت الطبخ بصير يغير. هون تقريبا نحن خلصنا، رح نحط المرقه اللي هي مرقه الدجاج عادي. اكيد هلا ما حنفوتها على الفرن نحن، بس عم اذا بدك نرجع نعيد اللي عملناه الصبح. هون ما بحاجه انه نغطيها. سمعت السؤال؟ سمعت. ليش سموها مرقه مش رجل؟ لانه اهم شيء المرقه، عنصر اساسي حتى بالاكل، عنصر اساسي. هون لكن الدجاجه خلصت، ما بقى بدها غير تفوت على الفرن، مثل ما قلنا ما بحاجه تتغطى لانه وقت طبخه هو ب 50 دقيقه لساعه، يعني بتشقر وبتستوي بنفس الوقت. هلا رح نشيلها نحطها على جنب ونبلش بالجرنيتور. بالجرنيتور اللي هي الجرنيتور اذا بدك بون بولونجير مغيرين فيها شوي. رح نحط زيت ونبلش فيها ديركت. اهلا وسهلا. سمعت مرقه اجت. صار في اثنين حديث حامي والميت دجاجه يعني. على الاخر انه منين مرقه ورجل وديك ودجاجه، شو صاير لكم اليوم؟ اليوم شعره. لحظه بس انا حبيت شعرة. حبيت تعليق جاد. بونجور جاد. صباحك. يعني بنتركه للديك لاستعمالات عده. ايه انه شو بده ينكش الجل يعني الديك، ما عرفنا. عنصر اساسي الديك كمان. عنصر اساسي. اذا ما عندك ديك ما عندك بيض. ما هيك؟ ايه. بس انا بعرف انه من زمان كانوا يتركوا الديك للعيد ويعملوا ديك محشي. ما هيك جاد؟ يمكن بهالطريقه بيصير طري. مش قصة طري ابدا، طري وهي لا بتجي. انه اوقات الواحد بيسال حاله اسئله لما تروحي على مزرعه مثلا بتشوفي كثير دجاج ما بتشوفي ديك، يعني انه صح؟ صح. انه كل السيسان بيصيروا دجاجات بالاخر. انه ما فهمت انه في اسئله الواحد عم بيقصدوها، عم بيقصدوها مقصوده يعني. انه عرفتي؟ انه ليه ما بيخلق كثير ديوك؟ ديوك فوالا، هيدا سؤال. عن جد ولا مره مفكره فيها، صرنا هيك عنا بلبنان. بلايه ما بتفكري بهيك قصص. استاذ صايرين هيك، نحن كل 10 نسوان عندهم رجال واحد. رجال واحد. بقى بتعملي دجاج بالبيت؟ بعمل دجاج اكيد. بس بتشتري صدوره يمكن؟ حسب، انه في اكلات مش ما بتمشي بس بالصدوره، اذا بدك تعملي دجاج بالفرن ما هيك جاد؟ دجاج بالفرن، كوك اوفان، حلو يكون في كل في كامروسات اذا بدك، الاحسن يكون دجاج كامل. لانه في عندك دسامه الفخذ بتستفيدي منه بكذا روسات. بس فيك تشتري فيك تشتري فخذ لحاله اكيد اكيد. وهيدا وبعدين تمزجهم مع بعض. أقول لك قد ايه دسم الفخذ، لازم نعمل حلقة مع رندا أو نتالي. لا دسم الفخذ عن دسم. ليكي قد ايه عم نحط زبدة عليهم.
بس بدك تاكلي شيء طيب كله دسامة. هلا هون نحن جنيانة عم بتقصهم مزبوط قلية بصل. يعني أنا قدي بتعلم منكم كل ما أجي على المطبخ دايما. شو اسمها هاي القصة هلا؟ جوليان. اوكي. شامبينيون كوسا. جوليان جوليان. جولييت روميو. روميو. ما بعرف. كله بيمشي. رح ناخذ هون الآلية بدها تكون إذا بدك نص مستوية بس نحطها بالصينية لأنه رح ترجع تفوت على الفرن تقريبا كمان شي 20 دقيقة. تنطبخ مع المرقة مع الجبنة مع البطاطا اللي هو هلا الشيء رح نعمله. جبنة؟ حط شوية جبنة أو إذا شوية موزاريلا شوية بروفولون. فيها دسم مرتب يعني خلص الصيام خلص ودايت خلص. في بعد الصيام جاد. دايت هلا بلش. لكن أنا ما رح شوف هالطريقة التدسيم رح أستقبل ضيفتي يلي وصلت وحضر ل يلا أتتلى. باي باي. حطينا جزر. حطينا أول شيء زيت زيتون. بصل جميلة. بصل. ورق غار. رومارا عرق حبق عرق. فرمنا جزرة ونص إذا بدك أو جزرتين. كمان حطيناهم جوليان. فرمنا شامبينيون. هلا بنحطهم هنو الكوسة بعد شوي لأنه تقريبا صوتها لرانيا بعده على الهواء. لا لأنه تقريبا البصل والجزر بدهم وقت أكثر. أوكي صح. هلا رح ناخذ نقطة زيت زيتون بعد لأن رح نحط شامبينيون. اليوم ميلندا كانت عم تخبرنا على بكرة إنه عم يشتغلوا على بصل بلا ريحة وبيعمل دموع. كنت عم بسمع إنه ما بعرف لمن رح يوصلوا فيها. مش معقول. إذا بصل بلا ريحة بصل عم تطبخ بصل بصل بلا بصل بلا يعني. بصل يعني إيه؟ شفت كيف العالم؟ في وحدة معلقة على سكينة يعني وين بدها تروح حولك؟ إيه بدها تخبي بس أنا شفتها. إذا بتلاحظي الكوسة عم نسمكهم شوي لأن في مي أكثر. اوكي هلا رح ناخذ شامبينيون. تري بيان. هلا هولي كمان رح يكونوا غارنيتور هولي رح يكونوا بكعب الصينيه اللي هي رح نمدها. هلا رح ناخذ هالقليه كلها تحت البطاطا. ناخذ البطاطا نصف عليها نرجع نحط ملح بهار شوية اعشاب عروجة شوية مرقة موتزاريلا بروفولوني ومرقة فوتها على الفرن تقريبا مثل ما قلنا 20 دقيقة 20 دقيقة بنفوتها بلكي باخر 20 دقيقة بتطلع هي والدجاج سوا. ايه لأنه بيتاكلوا مع بعض. مزبوط. نرجع رح نعمل برزنتيشن. واحد لازم ينسق أكيد. كيف أكيد. كيف يعملها بالنهاية بالبيت عندنا فرن واحد وهون عندنا فرن واحد يعني بدك تنسي طريقة الطبخ تحت يطلع الرسات الوحدة كما نحرق الدجاجة وينطبخوا ممتاز. هيدي الدجاجة كم دقيقة قلنا؟ هيدي تقريبا نص ساعة. صار لها نص ساعة بعد يمكن بعد شي 20 دقيقة أو 25 دقيقة بدها هالقد. ايه تقريبا 50 دقيقة هي 50 دقيقة 45 دقيقة بس دائما اللي بيفرق بالبيت هو حجم الدجاجة اللي شارينا. نعم. اوقات بنشتري دجاجة 1000 جرام اوقات 1005 كله صح. بيأثر يعني دجاجة ال 1000 جرام بدها 45 دقيقة 50 من 1200 لل 1005 تقريبا بدك للساعة. هلا رح ناخذ اذا بتلاحظي الخضرة بعدها ما كثير مستوية رح نطبخها بعد دقيقة يمكن. اوكي. ناخذها ديركت نمدها. رشة ملح. ريحة كتير طيبة. شو بعد عنا؟ شو عنا؟ بدنا بس نخلص الصينية نحطها بالفرن ونكون تقريبا صرنا عاملين كل شيء. يا بده بعد وقت؟ نو خلص هو الهدف ضل الخضرة عم تقروش اللي هو كف نغيره هذا
ناخذ هالبطاطا. هاي بطاطا مقليه اذا بدك 80%. نقي شوي الحبوب الزهر. هيدا الجرنيتور فيها تكون للدجاج للحمه ل هيدي هيك. هلا بدنا نحط لها شويه جبنه تقريبا بروفولوني جبنه على وجه مرقه ناخذ هيدي بنسكر فيها هيك. اوكي رح ناخذ هاي المرقه اكيد رح نحط لها. هلا هاي المرقه كلها بطل مبينه تطلع طرية. مزبوط. رح ناخذ بروفولون اكسلنت. ما بدي غطيها كلها. اوكي الهدف تبين شوي الجبنه والبطاطا تضل مبينه تحت ما تطلع فلات وجهها. نحن خلصنا مشاهدينا، رح ناخذ سوا بريك وبتكونوا مع رونديفو، بنرجع بنشوفكم بتيستينج اتوتالور. جايين نجربك رانيا. هلا انا ما بجي ايدي فاضيه صراحه يا عمي، مش بس معقول. بس سألكم صراحه مش انا جبتهم هولي. مين جاي؟ حملوك اياهم. كاليسون جابوا لنا اياهم. كاليسون؟ كاليسون ارنيتشه هولي. ثانك يو عن جد، لانه كل نهار بنضل نقوي الشوكولا. صح. عن جد يعني اذا نصحنا هو الحق عليكم قد ما طيبين هالشوكولا. دوسور دو فرانس عندهم شوكولايات من فرنسا ودرجيات كمان وقصص كثير كثير طيبه وقصص ما بنلاقيها شوكولا بلج كمان انواع واشكال ما بنلاقيهم بلبنان. كثير طيبين لازم بليز شيلوهم من وجهنا من استوديو دخيلكم. وليكو هون شو صار عندنا هلا بس ملاكي جاردان شوكولا كاليسون لكن ميوزيك وليكي هون بس تعرف لحظة الموسيقى كيف صارت هيك رومانتيك فجأة؟ رومارانيك لكن رومران هون يعني هالدجاجات وهالشوكولا وهال هالأرانب يا لطيف يا لطيف بتحسي بالعيد 100%. شو إذا بدك إذا بدك مندوق إذا بتدوقنا مندوق بعدين مندوق الشوكولا. رح ناخذ جرنيتور لاثنين. بخصوص الدسامة لما هربت زدتوا شيء او كانوا هولي هن؟ لا وصلتي على القد. وصلتي على القد. اكتشفت الدسامة وهربتي. بيني وبينك ستيفاني معك اطيب من الدسامة عن جد. اوقات بدك شيء طيب نكهة بدها بيكون ببعض الاحيان. هلا الدجاجة بس زغرت شفتي؟ لو كان ديك كان ما كرنش. المرة بتكرنش بسرعة أكثر من الرجال. بعطيكي فخر بس نحن عندنا تجميل تجميل معليه الرجال كمان. عندنا اليوم على فكرة بكلينيك دكتور راي موتران. هلا بدنا نعمل عليك هجوم مضاد على الكرنشة. ولا بوتوكس فيلر جريت. يلا دوق ايه بعدين لندوق الشوكولايات من عند كاليسون وهولي من عند شيف جاد. شيف جاد حط لنا من السفينه مبينه كثير جوسي. اذا عبالي فخد معطيكي كمان. يامي. شو الوضع؟ يامي يامي الوضع. السفينه كثير كثير طيبه يا جاد. كيف عملنا لحتى تضل هالقد طرية ومسخسخة؟ سقيناها مرقة. سقيناها مرقة وعملنا لها زبدة مع أعشاب دهناها فيها ورجعنا حطينا بالصينية ميربوا طبخناه هون رجعنا يعني صارت الزبدة اللي بقلبها حشيناها حامض حشيناها زبدة بس فاتت على الفرن كله
مخمر مع بعضه مخمر بقلبها بس ما اضطرينا نغطيها حتى نونو ابدا غير الحبشه الحبشه كنا عم نقول انا وستيفاني انه بدها ساعتين ونص تقريبا ساعتين هيدا اليوم عملناها كلها هاي هلا خلصت تقريبا بدها 50 دقيقه اخذت بالفرن او 55 دقيقه يعني دائما الدجاج اللي عم تاخذ لون وتستوي مع بعضها الحبشه اذا بدنا نحطها بتاخذ لون وبتضل نيه كرمالك تتغطى هون بنحطها مكشفه بعدين شفتي الصوص ستيف يعني بعد فيها صوص فيها مرقه قد ما تحطيها بالفرن ما رح تنشف اهم شيء المرقه بالنهايه المرقه مع ثانك يو جد نرجع بنشوفك بكره ان الله راد اكيد جويس باك كمان مره مشاهدينا أنا هيك بكون خلصت فقراتي لليوم برجع بشوفكن نقلا راد النهار الأربعاء ما تنسوا البسمة عوجهكن باي باي بترككن مع إنجريديون بكرة